ونحن على ذلك من الشاهدين. صلوات ربي وتسليمات عليك حبيبي يا رسول الله، يا من إذا صلى عليك العبد مرة صلى عليه رب العباد 10 مرات، يا من قلت البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصل عليه. صلوات ربي وتسليمات عليك سيدي يا رسول الله. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ الجليل المفتش بإدارة الأوقاف فضيلة الشيخ مختار خيري علي، فليتفضل. يلا مش مختار، طبعا الكوبايات مش مختار طويلة؟ هتلف؟ لا مش هتلف، مش هتلف. ايوه كده كويس. اديني دي تحت، اديني كوباية. ايوه كمل على بالك يا شيخ. ايه يا الحمد لله رب العالمين. نعنشني يا مولانا، نعنشني. انسيب نعنش ان شاء الله لمدير الاداره. هو اقوى مني واعلم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومصطفانا محمد رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ما أجمل هذه المناسبة العظيمة، وما أجمل في هذا المكان الذي كلنا نحبه، وهو مكان مسجد أبو حميد، فيه شعور كثير من الطمأنينة والإخلاص في العمل، وذكرى الإسراء والمعراج كثيرا ما تحدث بعض الخطباء وبعض الأئمة عن رحلة الإسراء والمعراج، وكلنا نعلم أنها كانت منحة من المولى سبحانه وتعالى جل شأنه لمن؟ لرسول الله محمدا. وهذه المنحة لم يعطيها لنبي قبله، من أول سيدنا آدم إلى أن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكل إنسان منا على خلق وعلى احترام، متبادل ما بينه وبين جيرانه وبين أحبابه وبين أصحابه، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعز معزة الأنبياء ومعزة الصحابة ومعزة الجيران الصديقين في الكلام وفي الفعل. فإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الرحلة وهذه المنحة بعد وفاة السيدة خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة أيضا عمه أبو طالب، وبعد خروجه من مكة إلى الطائف ولم يستقبلوا أهل الطائف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورجموه بالطوب والحجارة، فإذا بالمولى سبحانه وتعالى يقول للحبيب محمد: لا تحزن يا حبيبي، فإذا ضاقت بك الدنيا في الأرض فإن السماوات السبع تتشرف برؤيتك يا رسول الله. يبقى ما تحزنش يا حبيب، اللي ربنا معاك، ربنا معاك في كل مكان ما دام صادق النية وخالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس عندك حقد ولا بغضاء ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فربنا سبحانه وتعالى بيقف معاك لحد النهاية. فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني بين اليقظة والنوم. من هو اللي جاله؟ سيدنا جبريل عليه السلام، ومعه البراق
والبراق ما بين البغل والحمار. فإذا بالحب سيدنا جبريل يقول للحبيب محمد: تقدم يا خاتم المرسلين. فحينما تقدم الحبيب محمد واقترب بجانب البراق، فإذا بالبراق يهتز من وجه رسول الله ومن حلاوة أخلاق الحبيب محمد، يهتز كما تهتز السمكة في الشبكة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقترب ما بين البراق ويقول له جبريل: اثبت يا براق، فإن الذي يركبك هو محمد ابن عبد الله. اثبت يا براق يعني اسكن، يعني اقف. هو البراق ده هو خايف من الحبيب محمد؟ لا، ده هو البراق من عظة المولى سبحانه وتعالى لرسول الله ومقام رسول الله، اخشى ان يركب الحبيب محمد هذه البراق، فاهتز البراق من وجه رسول الله ومن نور الحبيب محمد. فإذا بالبراق يركب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويأمره سيدنا جبريل أن يذهب به إلى البيت المقدس، لأن المولى سبحانه وتعالى كما قال فضيلة الشيخ: سبحان الذي أسرى بعبده. من الذي أسرى؟ المولى سبحانه وتعالى بعبده، والباء تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبد أيضا يعود على الحبيب محمد، لأننا كلنا عبيد لمن؟ لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إيه حوله. فإذا بالحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه، والله لما نقول الحبيب محمد لازم نصلي عليه. البخيل لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وخلي بالك، هو الصلاة على الحبيب محمد، واحد يقول لي: يا عم الشيخ انت كل شوية تقول الصلاة على الحبيب محمد، صلاة على الحبيب، مش من السنة اللي تتكرر الصلاة على رسول الله؟ اقول لك: لا يا حبيبي، من السنة، لان قبل انت بتصلي على رسول الله، ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات صلى على الحبيب محمد. يقول المولى سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون عليه، على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا بالحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه يمشي بالبراق حتى وصل إلى المسجد الأقصى أو البيت الأقصى، فصلى ركعتين زينا احنا كده لما بندخل الجامع في أي وقت من الأوقات لازم نصلي تحية الايه المسجد. فصلى ركعتين، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل سيدنا جبريل عليه السلام ويقول له: يا جبريل، حينما ركبت البراق ما بين بيتي إلى المسجد الأقصى رأيت أربعة أشياء. فقال: ما هم يا رسول الله؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا عن يميني فنادى علي فلم ألتفت إليه، ورأيت رجلا عن يساري ونادى علي فلم ألتفت إليه، ونادى رجل امرأة ذات حسن وجمال وعليها من الياقوت والدر. إذن فلم أقف إليها. وأيضا نادى علي شاب ورع
ولم أقف إليه، فما الحدث يا جبريل؟ قال يا رسول الله، اسمع بقى الإجابة من سيدنا جبريل عليه السلام لمين؟ للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ألا تعلم يا محمد أن الذي ينادي عليك من الناحية اليمين هو داع نصراني، هو داع نصراني، فإذا كنت التفت إليه فاتبعت أمتك دين النصرانية، وإذا بالرجل الذي عن يسارك ولم تلتفت إليه فإذا بهذا الرجل هو الدين اليهودي، فإذا كنت التفت إليه وكلمته فكون أمتك اتبعت دين اليهودية، وإذا بهذه المرأة التي جاءتك ونادت عليك بحسن وجمال وزينة فهذه هي الدنيا، ولو كنت التفت إليه فاختارت أمتك يا رسول الله الدنيا مكان الآخرة. وإذا بالرجل الرابع بقى، الشاب الورع الذي عليه وقار، هو الدين الإسلامي الذي نزل عليك وعلى أمتك يا محمد، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أربع أشياء شافهم الحبيب محمد ودخل الحبيب محمد البيت المقدس، وإذا بسيدنا جبريل عليه السلام يجيء له بثلاثة أقداح، قدح فيه ماء وقدح فيه خمر لا بنسيب لك المعراج بقى، مش هتكلم في المعراج. أسيب المعراج ولا أطلع بيه لسه يا عم؟ كمل يا ماشي. فإذا قدح فيه ماء وقدح فيه خمر وقدح فيه عسل لبن، لخبطني في اللبن، لتك عسل إن شاء الله. فقدمه سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقداح، فشرب الحبيب محمد القدح الذي فيه لبن لتكون الحياة صافية له ولأمة رسول الله. فقال جبريل: يا محمد، إذا كنت اخترت القدح الذي فيه ماء لغرقت أمتك، يعني غرقت في الشهوات والملذات، وإذا كنت اخترت القدح الذي فيه الخمر لإيه؟ لغرقت أمتك. وأنت يا محمد اخترت اللبن الذي فيه فطرة الله الذي ايه؟ فطر الله الناس عليه. المعراج بقى، وصلى بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء في مسجد الأقصى، محد صلى بالأنبياء كلهم من أول سيدنا آدم لحد سيدنا عيسى إلا الحبيب محمد، ليكون تشريفا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون إماما للأولين والآخرين إلى يوم تقوم الساعة. فنترك يعني بعد إذنكم يعني المشوار بتاع المعراج بقى، فضل الصلاة وفرضية الصلاة للدكتور محمد إسماعيل مدير إدارة أوقاف المنيا، فليتقدم مشكورا وشكرا لاستماعكم.